السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا جماعة الخير. وكيف انت وكيف حالكم وش اصبحتوا؟ نسبة اني ما ظهرت البارحة، ترى نحن من قبل متفقين ومخلصين ان يوم هي يوم لا، ويوم خوب ويوم خراب، يوم خوب ويوم خراب، كل يوم كل يوم. الا في حال سبحان الله يعني جد جديد ولا يتسال، فمثل امس يوم انا ظاهر من دبي ترى قلت لكم اني ما برمس، ومن ظهرت من دبي لو وصلت وين هدرت؟ على ما قالوا هالكويت بطبيع ما يودر طبعه، بطبيع ما يودر طبعه، قالوا هالكويت وهالكويت ما كذب فيها القول. وين يعني انا بروم اودر التهذريب والهذربان هاللي ما يوجه؟ ما بروم يا عيال الحلال، لو اقول لكم اني بروم كذب اخرطي هب كفو. انزين الحين فنايلنا شفتوهن يوم يقول لك بوكازوا بوكازوا، هاي الكازوا وايدين ترى يسمعوا بهالكازوا لكن ما يعرفونها. شيء سووا عاد عليها فنايل، سووا كنادير، وسووا شيل، وسووا وايد هالامور اللي سووا عليها الكازوة. شي عاد الكازوة؟ هاي الكازوة الاصلية بالاماراتي يسمونه كازو، والمثقفين كاجو. كاجو يا رب، حد يسميه كازو، حد يسميه كاجو، حد يسميه كازوة، يعني والدنيا مطرجة. لكن هذا عاد هو الاصلي الاولي عاد. ساعات يوم أيوع الأشيات الضحى والأشيات، بدال ما كلي كافي ولا شاكليت ولا كيكة ولا ما أدري شو، هاي الأشياء اللي ما لها معنى، أشل وياي قفة، قفة من هذا القفة. هذا من كل رنق وكل نوع وكل شكل، لكن كل ني بني، ما بمقلاي ولا محموس، لا قفة يعني. ها هاي القفة، ها قفة هالكبيرة وشي، وحطها في سيارتي، ويوم نيعت الضحى وما أبقي أكل شيء كلت من هذا. ها بتقولوا لي ما حد ياكل الني؟ لا والله، الني اللي يحب مقلاي وما بمحموس ما يفقد قيمته الغذائيه، هذا قيمته الغذائيه منو فيه؟ ما يعول ابدا. في تين مجفف ومشمش وتوت ونوع انواع وايد من التوت الفرصاد بعد، يعني كله مجفف. وفي كل الاحوال اخير عن كل شيء، عن كل شيء. ها طاس كم كبرها؟ ها ما يشلونها، يلا ها تفشع بعد، اللي بيشلها بيتفشع. خلاف عاده حاطها اللي بصور لكم اياها، وغاوية بلا شيوخيه بعد، ما من العاديات لها تراتيب. بودي بحضرب وياكم وايد عن هاي المكسرات، لكن يا بنا هالريوق يا ربعن، يا سلام يا سلام دواركا، مرحبا دواركا يا عيال حلال. كانت ابوي في اجازه، كم هي كم هي يواز ان ليف، هاو لونج يواز ان ليف؟ ما شاء الله عليك. You enjoy yourself there? You was happy? Yes, I was happy. Okay, thank you, حبيبي. Thank you. خلاف عاد بخبركم ليش أنا مسمنها دواركا. أول ما هي كانت دب كممتنها وضعفت عاد الحين. ريوق اليوم بعد من الريوق العادي من يومين شارح لكم إياه، اللي هو بيض طماط وثلاث حبات زيتون وروتي وحليبة، وهذا قريتي عقب. ريوقي معروف اللي شارحينه من يومين ثلاثة، فما في داعي الواحد بعد يعيد ويرضف الرمسات، ما يستوي. والحين عاد سامحوني أنا أبوي بتريق، بعين من الله خير قبل ما يفغل الريوقي ويثلج ويغدي ما يتشاهد، وخلاف بنارمس. بارك الله فيكم، يلا أمان الله. ما أدري بفتح مسج من المسجات ولا أنه وحدة مطرشة، أنا أبوي دلك وردية، هاي دلك مرابي. سمعت الرمس؟ مارينا رياله ونيت قهوه بدله مرابي، هاي ابوي دلال الالوان حق المرابي لي ربن ودولهن هالالوان. اولا يعني تتربين من قطو، وثانيا هذه طرشت المسج عاده، هاي ام لسانين يعني تتربين من قطو، وثانيا مايا الحين البيت بيت عايده، هذا ما بيت الحين عزوب ولا بيت، لازم شيء دل ورديه، شيء فوشي، شيء بينك. درجات الوردي كلها ماخوذة، ودرجات الأحمر كلها ماخوذة، ودرجات الأصفر كلها ماخوذة، كل الألوان ليه في الكون كلها ماخوذة. دلة سودة أبوي أنا ما بحط دلة سودة، هاك اليوم حطيت لون بيلياني عسب الوحداوية، بس عسب ما يزعلون مني، ولا أنا عيناوي شو أسوي؟ والألوان الغامجة أنا أبوي ما أحبها، لا في الماكل ولا في المشرب ولا في الملبس ولا في أي شيء كان، واللي عايب إنه مرحبا. وليه ما بعايبني يا ابوي ولا بيايزله، يدور له حصى عوده ويرضبها راسه رضت ما شي كبرها.
مزارع وتوني فاتن عليه لان حاط لي رطيبات مال بحث كل يوم خرف خرطب جديد. ها شوف ما شاء الله الاخلاص ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شو بيستوي لك يوم كل يوم اسوي رطب جديد؟ ليش تجيب مال امس؟ الحين عقب ما خبرتك امس انا جيب انت ودي مني ايه مال امس ما ياكلون اليوم هذا رطب هي مال امس يجسمونه ومال اليوم ياكلون ويجسمونه الناس ما كل يوم صبح تخرف شويونه حقي انا هي كم ما خرفت حقي انا حق منو بتخرف اوكي انا نجيب هذا مني ودي حق اصفر هم ولا ما شيء في يب 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 بتصير اشوف الحين يب اللي الحين هذا اللي توك راه يب شو ما شاء الله ها انتاج محمد بن زايد انتاج مدينه محمد بن زايد شوف الهمبه ما شاء الله تبارك الرحمن تحيدون قدكم بخد وخد رنق ورنق انتاج مدينه محمد بن زايد شوف ما شاء الله من كل قطره نقنيه عاده ما بكل ينبغى يفنده كل شيء يحط روح لكن خبص عباس على دباس اللهم ادمها نعم احفظها من الزوال يا رب العالمين ما شاء الله تبارك الله يلا شله صلب طولك انت انزين واحد بعد توه مطرش اللي عاده رمسي يعني كلام فويس نوت خالد قلت نعم اللي اقصد يعني ما بمسج نوت يعني بالدقة ويرمس روحه المهم يسمونه فويس نوت او رسالة صوتية شو محتوى رمست انه يصحح لي ترى هاك ابوي ما بس مكازه وانت غلطان هاك يسمونه ضروس الخيل قلت له ابوي هذا ضروس الخيل ضروس الخيل الفستق احيد الاول يسمونه قلت له ابوي انت غلطان ثم غلطان ثم غلطان ولانه يبي يرادد قال ابدا انت ما تعرف الكازه وهو ضروس الخيل غير بدل قلت له لا يا ابوي ضروس الخيل هو الفستق الفستق هو ضروس الخيل لكن يوم عاده بقشوره هبليك شوره حينه انا متاكد 100% ان ضروس الخيل هي ضروس الخيل هو نفس الفستق الحين دلعوه فستق او انه لا فستق حلبي بعد شيء غير شيء فستق تركي وفستق اذربيجاني وفستق مال افغاني وفستق حلبي يعني والدنيا مطرجه نحن ابوي من استوينا يسمونه ضروس الخيل وعقب ابوي دلعوه سموه فستق وحد من الوادم سماه بستك بعد في قطر في قطر الاول يسمونه بستك 100% احيدهم الاول عندنا صدقان الاول كل يسقوا يسمونه بستك في قطر يسميه بستك وحد فستق لكن بستك 100% في قطر والبسكوت يسمونه بستوك بعد ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير تقولون ليش لابس طراطير لابس طراطير طالع مركب ساير اشتري انسرت بكندورة نشي وعق كندورك والبس طرطور من طراطيرهم ورد البس كندورك مرة ثانية وانا ابوي ما فيه عق والبس عق والبس اتعايز وعياز ولا فيه على هذا كل ما فيه قولين هذا كل عادة ففي الوقت الاولي يوم حد يلبس شيء لبس عادي مال الرياضة ولا شيات ما يقولوا بطرو غميس ياكم ما بلابس كندورة لابس طراطير فلبس المتعايز هذا لبس الطراطير لبس المتعايز مثل الحريم بقلاليب ميلسات في البيت قلابية مال نوم طيارس بقلابية نوم ولا بروب نوم ولا بمبلغ ولا شيلها بمسمله مخبقه وما بمكواية المهم أنا حين سايرة شرة لبس بسافر تايلند بسير بانكوك بودي أخوي صلاح عندي لبس الكبتات بتطرطر لكن طال عماركم انا ادور فنايل قطن ساده يكونن وقطنهن يكون خفيف تحيدون تايلند ترى الحر شويه يكونن باخذ من كل لون لكن ساده هو يكون قطنهن خفيف وغاويات وزينات وقصتهن زينه يعني تحيدون بعد على تحيدو ترى ما يعيبني إلا زين ما يعيبني هذا مال حماميل ومال كولية مال حماميل والكولية أحيلي أبوك ما حد يلبسه الناس بخير وبين سيرتي وييتي 10 أيام بسير الأربعة وبي السبت ما بالسبت اللي عقب السبت دورة 10 أيام بالضبط إن الله راد ودي وديتين أودي صلاح تايلند كل سنة يعزر علي حن ومحد شراتي حنان ماكل اللي كبدي
كذا بلد وديته ما يازت لي الا تايلند. ما يا بصور لكم خلاف بتشوفون افلام عجيبه غريبه وياه. يازت لي تايلند هو يحب يمشي وايد، والمشي لازم الارض تكون مستويه وما فيها حول سيايير تكون ولا ضكه، لان نوع الاعاقه اللي عنده شويه ترنح يوم بيمشي، شويه خاده في المشي اذا حد يضكه. ويوز له مال العلاج الطبيعي والمساجات والمصحات اللي هناك، فكل يوم اركض به من اصبح لين امسي. فان شاء الله اذا الله راد بوافيكم بالتغاري. عاد الحين هنا عندي شغله اول بادي في شارع الكترا، ماخذ له بشكاره فلبينيه وساير الحين ادفع لها. بعد هو صلاح بعد ما تصلح له الصوالح تحر حد هينه، قال اول يبو البشكاره بيربها اسبوع 10 ايام من يازت لي زين. وحين الله مالك الحمد يازت له ابوي البشكاره، بنصير بنديهم بيزاتهم المكتب وبناخذ ابويه جوازها وبنسوي لها الفيزا من عقب ماني عاده. سفرتنا بتكون نحن أربعة أنفار، تحيدون المصري لي يكذب لي في مصر لي في البلكونة الكذوب هذاك هاك بشل ويانا، والدري والمال صلاح تحيدوا هاي المصري وين ما سير أشل وياي، انسرت مصر صبح ومسوي وياي، وانسرت تايلند شليته وياي كذوب، ما أصبر عن كذب محرت ذبعة في الدنيا العودة، في الدنيا العودة محد أكذب عنه في الدنيا العودة، كذوب كذوب الكذب لي في الدنيا كله عنده. هاي البلدتين الوحيدات اللي هي تايلند ومصر أخليها 24 ساعة وياي، ولا ما رو مشاهدة في أي بلاد غير، في أي بلاد تاني ما أقهره، أقهره في هاي البلاد ضوضاء وحشرة يعني ضايع في نص. وهو خفيف طيني يعني بيني وبينكم، خفيف طيني يعني ينكت ومسلي يعني فنان يعني فقير وحليلة. هو صدق انه كذوب 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 يعني ما بأي كذب يعني كذب كذب المعدي ما بأي كذب عادي يعني شيء وصف من الوصوف الأولية أتوقع انه مش صحيح. يوم يقولون الكذب ملح الرجال، الكذب ملح الرجال هذا وصف قديم يعني. والمصري ربيعي هذا أظني سامع الوصف هذا واعتمد الوصف يعني ونبونهم عاد ما يزدادون. خلص ابو من مكتب الخدم وخدت اوراق البشكاره وخلص، وان شاء الله من ارد من تايلند بسوي اوراق الفيزا اذا الله جعلنا بالحي. الحين عاد انا في ويه الاول يسمون الاول اسمه حاجز الامواج، حاجز الامواج اسمه والله ما له غير هذا. عقب شوي طوروه الكاسر سموه. وين ساير؟ سايرين الكاسر. وين جايين؟ والله جايين من كاسر الامواج، فازمة اللوادم ساير كاسر الأمواج وياي من كاسر الأمواج، وهيلة بي الصبح ومساء ما له اسم غير هذا. والحين ما اسمع حد يطري ولا له طاري ولا له صيت الكاسر ولا يطرونه، وسايرين المارينا، سايرين المارينا وياييين من المارينا، سايرين المارينا وياييين من المارينا، ولا حد يطريه الكاسر فقير نسوه حليلك يا الكاسر. والأول هذاك من هذاك اللي يصير بوي الكاسر شو يا بوكم ينسف السفرة والعقال منشوس على يم والحالة لله والوزار بريسم، لازم هذا الوزار بريسم ولازم يوم بيت في هالطرف كندورت حق الوادم تشوف ان وزار بريسم ويلالي كان ريتو. أول الوزار المولانا وبوكوز مبكرات هالعاديات على 17 درهم، والبريسم والوزار البريسم الاول ما حد بيروم يشتري الا الكمبانيه اللي يهد عليهم البيع ولا التيار 47 درهم قيمه الواحد. والوزر العاديه مولانا مثلا وبوكوز المبكرات هاي الوزر الاوليات هاي على 17 و15 و12 الدوليات، واللي ياخذونهن حق هالبنخيل وحق البيادير الغلاظ الوزره ياخذون لهم مبكرات على 8 ربيات اجامهن. يوم بتصير ابوي سوق الجمله في دبي حتى على 6 ربيات تاخذهن 6 دراهم هاي الوزر المبكرات، لكن غلاط بس حق البيادير هاي لك. ليش البيادير بالذات يلبسون هاي المبكرات ولونهن ازرق ومظلم؟ لانه باردات ويسترون عمارهم فيهن وقطن يكونن.
وفي متناول اليد يعني رخاص، والأول الناس تأخذن كصدقات، الناس اللي عندهم بيزات يأخذون بالكمية ويصدقوا بهن. الحين أبوي ما حد يصدق، الحين يوم بتودي حق حد وزار قال لا أبوي أنت لو عاطني جيمة الوزار بعيدة أخير لي، يعني فضلون القيمة عن الوزار. شوف اللي أكثر عن 10 دقائق موصلت وقفت سيارتي على أساس أني بنزل وتري السالفة هاي توجف، والظاهر أنها يا 60 يلا بنالمس خلاف. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا حافظ عليك يا مليح، يا حافظ على العاصمة، عيني عليك باردة، يا سلام سلم. انزين خلصت أبوي الحين من المارينا، وحين باتجاه محمد بن زايد، إن الله جعلنا من الحيين. وتيتي مثل ما سرتي تي ساير على أساس أنا أدور فوانيل هالبلية ما يكون عليهن صور ولا شيء تساد، بشيركم ما لقط. وبدال أبوي ما أخذ فوانيل، أبوي وزيت عمري أبوي بشورتات تايلند أبوي ما يوزل هلا كان شورتات، وخدت لي عدد أبغى. ويوم عاد الحين بنخبركم شيء في الطريق، الحين كم باجي لي تقريبا 15 دقيقة أو 20 دقيقة عن أوصل البيت، بحاول أعدلكم هالخريريفة. هي تكاد أن ما تكون خريريفة، هي قصة شوية مؤلمة ومش زين أنها حد يسويها كثر ما سواها يعني. ونحن مثل ما تحيدون في الإمارات على طول كل شيء الأول، نحن في كل شيء الأول، فما نبي حد ينقد علينا بأي تصرف، ينقد علينا بأي تصرف يظهر من حد عنده قل عرف وقل دراي وقل ثقافة وما فيها أدب، سواء هالتصرف كان من راعي الدار ولا من مقيم، لأنك حتى أنت يا المقيم عبارة راعي الدار، الحين هاي بلادك أنت ضامة ثنك. محطات توزيع الوقود اللي هي شيشة البترول يعني مثل ما تعرف عليها هنا شيشة بترول، فش اللي يستوي تكون زحمة زيادة على اللزوم بعد، فآزمة علومة وآزمة ضراة، فالواحد والله حد منهم يوم بيجي زامه يصب بترول، يوم بيحيد أبوي بتدأ يصبون له بترول، نزل أبوي من الموتر وسار أبوي يتشرع، ولا سار أبوي يشتري له شاهي ولا كافي، ولا ما كان العرب أبوي يا ست تريا سيد قيط حر موت، يعني هذا قل مذهب قل عرف، هذا شو اسم. المشكلة إن كان هو واحد من ضمن هالسيد، يوم يحيد عمره صبوا البترول ودار سيارته تشتغل وصار الكافيتيريا. الحين انت تشوف هاي هي مرايل، هذا انت عنتر شايف عمرك شو انت يعني، ولا استهتار ولا شو يسمونها، لا بدله من اسم، هذا لا بدله من اسم، هذا استهتار على هالدرجة. يوم بتكلم لي صب بترول ما بيدي حيلة، بيحيس الكراسة، شو بيدي من حيلة، شو عنده من القوة، ما عنده راي، ما يقدر يقول له لا ولا يقول له يقدر ولا ييسر يقول له يلس في سيارك لا تتحرك لين تعبي سيارك وتسر روحك على هواك. وشي منهم قايل الطير ما يطير يعزر على اللي صب بترول انها مثل جامع السيارة ينظفها، زي تبغى ينظف سيارك بند المكينة، السيارة تفوح دلة تتوهي، وانت تعزر على الفقير يمث سيارك. لا وزيدكم بعد شيء من الشعر بيت، شيء من السيارة شيء ترى السيارة شيء بترول على اليمين وشيء بالسيارة على اليسار، وحد منهم ما ينتبه بس يجيك ويصفط. زين فتحت بترولك على اليمين كيف تدخل الحين، كيف يصب لك يعزر على اللي يصب بترول لازم تمتح هاك الهوز وتخليه تشطن وتصب بترول من الطرف الثاني خلف خلاف. لكن انت حينه ما فيك مواع على هالادمي اللي يالس يشتغل في شيشة البترول، لازم يكون عندك مواع شوية، انا ما تحس أنا أبو درجة الحرارة تلامس 50 وأنت يالس في البراد وتمر على الفقير يمث جامك. لا والقهر يوم بيدفع الحساب ينزل الجامة هالكبير، وها شوف ها هالكبير كان الريال يالس يشحت منك وظل عنك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وين تبقى الله يرحمك أنت؟ الله سبحانه وتعالى ما بيرحمك يوم أنت ما ترحم اللوادم اللي من غير. يلا عاد بس عليكم الهدربان، يلا بنرمس خلاف العصر ولا مغير بان ما يدري عاد شنو الوقت.
الله أعلم.